الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين نتكلم عن سيرته عليه الصلاة والسلام مشاهدها كثيرة وأحداثها وفيرة، نستنبط منها دروسا ونستلهم منها عبرا يحتاجها الفرد وتحتاجها الأسرة المسلمة ويحتاجها المجتمع المسلم وتحتاجها الأمة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. فعليه الصلاة والسلام هكذا كان صلى الله عليه وسلم. واليوم أيها الأخوة الكرام نتكلم عن مفردة من مفردات السيرة أو عن حدث من أحداث السيرة. وقبل أن نتكلم عنه نقول بأن الكلام سيكون منصبا حول قضية مهمة، هي قضية المحبة والرحمة من ناحية، وقضية الاهتمام بالتعليم ويعني تصحيح الخطأ عند الناس. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، يعني هو يحب أمته، يحب أصحابه، يحب أهل بيته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم جميعا، لكن في نفس الوقت هذه العاطفة يعني المتدفقة وهذه العاطفة التي تشمل الناس وهذه الرحمة التي تعم الناس، في نفس الوقت جزء منها وجزء من متطلباتها واستحقاقاتها أنه إذا رأى غافلا نبهه، وإذا رأى ناسيا ذكره، وإذا رأى عاصيا دعاه إلى الله عز وجل، وإذا رأى إنسانا لاهيا ذكره بضرورة الرجوع إلى الله عز وجل وأن يكون على الصراط المستقيم. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية وأن يكون المعلم وأن يكون المربي وأن يكون الموجه وأن يكون الأب وأن تكون الأم، أن نجمع بين كل الأدوار ونحاول التوفيق بينها، نجمع بين دورنا كأب الرحيم كأم مشفقة ورحيمة وبين التوجيه والتربية والتعليم وما إلى ذلك، حتى لا يضيع دور على حساب دور ولا تضيع مسؤولية على حساب مسؤولية. فقد يدفعنا مثلا في بعض الأحيان رحمتنا بأبنائنا، من رحمتنا بأبنائنا تدفعنا هذه الرحمة ألا نوقظهم للصلاة، ألا نوقظهم للصلاة، مع أن هذه الرحمة اللي ينبغي أن تدفعنا أن نوقظهم للصلاة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فكما أنك ترحم أبنائك أو طلابك أو تلاميذك أو رعيتك فتعطيهم استحقاقهم من العاطفة، استحقاقهم من الحب، استحقاقهم من الحنان، استحقاقهم من الرعاية والإحسان، لابد أن تعلم أن جزء من متطلبات هذه الرحمة وهذا الحب وهذه العاطفة هو أن تعلم جاهلهم وأن تذكر ناسيهم وأن تنبه غافلهم حتى تأخذ بأيديهم إلى طاعة الله، ومن ثم تأخذ بأيديهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه، مع واسع الرحمة والكرم، مع حسن الخلق والأدب الجم عنده صلى الله عليه وسلم وهو يعامل أصحابه، لكن ذلك لم يكن يمنعه بل يدفعه أن يعلمهم عليه الصلاة والسلام وأن ينبههم وأن يذكرهم مع أهل بيته صلى الله عليه وسلم، مع صحابته الكرام، مع عموم الأمة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويوجههم. فإذا أيها الأخوة الكرام ينبغي أن لا تتصادم عندنا المواقف، وأن لا تتصادم عندنا منظومة القيم، وأن لا تتصادم عندنا الأدوار، فلا يطغى دور على دور، ولا قيمة على قيمة، ولا مسؤولية على مسؤولية، ولا عاطفة وحب على عقل ورأي، كلها تجتمع حتى نصلح أنفسنا ونصلح عوائلنا وأسرنا ونصلح مجتمعنا وأمتنا، فنسير في طريق الطاعة سويا إلى الله عز وجل، ومن ثم ندخل الجنة سويا بإذن الله عز وجل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون. فتعالوا وحياكم الله لنأخذ مشهدا من مشاهد سيرته، كيف تعامل صلى الله عليه وسلم بحب وحنان ورحمة وإحسان، ومن ثم تعليم للجاهل، تنبيه للغافل، تذكير للناس. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأردنا أن نأخذ هذا المشهد أيها الإخوة الكرام من مشاهد سيرته، كيف أنه جمع بين الحب والحنان والعاطفة والإحسان صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان منبعا لذلك عليه الصلاة والسلام ومنهلا لذلك، وكيف جمع في ضرورة تعليم الناس
وتوجيه الناس، خصوصا إذا كانت القضية تتعلق مثلا بعقيدتهم. ولد له صلى الله عليه وسلم ولد من مارية القبطية رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الولد سماه إبراهيم على اسم نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فسماه إبراهيم وتعلق به صلى الله عليه وسلم تعلق الوالد بولده، وأحبه عليه الصلاة والسلام محبة الأب لابنه، وكان يعني يخرج مع أنس رضي الله عنه حتى يصل يعني إلى أطراف المدينة، حتى يصل إلى بيت المرأة التي ترضع إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، وكان زوج هذه المرأة يعمل حدادا، فيسبق النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه حتى يصل إلى بيت الحداد ويقول له يعني أوقف عملك، توقف عن العمل حتى يتوقف الدخان، لأنه حداد فعنده رائحة وعنده دخان فيضر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتوقف هذا الحداد عن عمله بعض الشيء حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فيأخذ إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه فيقبله صلى الله عليه وسلم ويشمه صلى الله عليه وسلم ويحتضنه عليه الصلاة والسلام، وهو يعطي الأمة درسا أن أدواره كرسول وكنبي وكمعلم وكقائد وكقدوة وكموجه، هذه الأدوار كلها لا تلغي دوره كأب رحيم وكوالد مشفق صلى الله عليه وسلم، ولا تلغي استحقاق إبراهيم مع أن عنده يعني مسؤوليات عظام ومهام جسام، لكن كل ذلك لا يلغي أن لإبراهيم استحقاقه من العاطفة واستحقاقه من الحب والإحسان والحنان، فكان عليه الصلاة والسلام بين الحين والآخر يأتي إلى بيت هذا الحداد يستأذن فيدخل ويأخذ إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه فيقبله ويشمه ويضمه صلى الله عليه وسلم ويناغيه ويلاعبه كما يفعل الآباء مع أبنائهم، وهو القدوة المثلى والأسوة العظمى عليه الصلاة والسلام بآبائنا وأمهاتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يتعامل مع إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الأخوة الكرام، حتى مر على ذلك أشهر، أي أن إبراهيم تجاوز تقريبا السنة ونصف تقريبا، عند ذلك ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، لكن وجد كأن أنوار البيت هذا قد خبت، وكأن الفرحة فيه قد تلاشت، وكأن السعادة على وشك أن ترحل من هذا البيت الذي كانت تملأه يعني نغمات إبراهيم ونغنغاته وكلماته التي يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فتثلج صدره ويفرح بها، فدخل عليه وإذا به رضي الله عنه وأرضاه يجود بنفسه، يعني هو على وشك أن يموت، فحمله صلى الله عليه وسلم بين يديه وأخذ ينظر إليه وهو يصارع الموت ويصارعه الموت رضي الله عنه وأرضاه، فبكى عليه الصلاة والسلام وسالت دموعه على خده وهو يرى هذا المشهد الذي يشع حنانا وينبع عاطفة، وهذا المشهد الذي يدل على الإحسان وعلى الرحمة وعلى الحنان، ابنه هذا يتفلت من بين يديه وتكاد روحه أن تخرج ويغادر الدنيا بعد أن فرح به هذه الأشهر القليلة عليه الصلاة والسلام. سل الآباء كيف يفرحون بأبنائهم وهم صغار، سل الآباء كيف يحبون أبنائهم وهم صغار، كيف يلاعبونهم، كيف يناغونهم، كيف يشمونهم، كيف يقبلونهم، كيف يضمونهم، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول وهو الرحمة عليه الصلاة والسلام، فحمله بين يديه فبكى عليه الصلاة والسلام، فرآه بعض الصحابة فقال له: أو أنت يا رسول الله، يعني أنت من توصينا بالصبر عند المصيبة وبالتصبر عندها، توصينا بذلك وأنت تبكي؟ فقال: هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده. فلما مات إبراهيم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. حمد الله واسترجع صلى الله عليه وسلم، وهو هكذا يعلم الأمة، القرآن الكريم هكذا يعلم الأمة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فحمد الله واسترجع وقال: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وبشر أن إبراهيم أن الله عز وجل سيخلفه بمرضعتين ترضعانه، يعني يتمان رضاعه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا المشهد مشهد الحنان والرحمة والحب والإحسان لم يشغل النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين دخل إلى بيته والحزن يملأ قلبه، بل أنه قد تقسم هذا الحزن في قلوب أصحابه رضي الله عنهم رجالا ونساء وصغارا وكبارا، الخبر قد عم في المدينة. في هذه اللحظات كسفت الشمس، فلما كسفت الشمس قال الناس: الشمس كسفت لموت إبراهيم. القضية قضية عقائدية، الآن مشهد الحنان والحب والرحمة والإحسان
يتطلب منه أنه بكى مع موت إبراهيم وحزن لفراقه، لكنه أيضا هنالك مشهد أهم، هو مشهد عقائدي أنه يصحح للناس. فخرج صلى الله عليه وسلم ونادى بلال ونادى على الناس الصلاة جامعة، وارتقى المنبر صلى الله عليه وسلم وخطب بالناس خطبة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان ولا يخسفان لموت أحد ولا لحياة أحد. وجعل صلى الله عليه وسلم يستغفر ويذكر الله عز وجل ويدعو، ونزل وصلى بالناس صلاة عجيبة غريبة نكملها إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهد الحب والحنان والرحمة والعاطفة والإحسان، في نفس الوقت لم يشغله عن مشهد آخر هو مشهد تعليم الناس وتصحيح المسار عندهم. فظن الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هم آيتان من آيات الله، يعني هم بيد الله عز وجل، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، آيات من آيات الله لا دخل لهم بحياة أحد ولا بموت أحد. فأراد أن يصحح للصحابة، خطب بهم خطبة عصماء عظيمة جليل قدرها صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بهم صلاة الكسوف، فقام وكبر وأطال في قيامه صلى الله عليه وسلم، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع من الركوع فقام قياما ثانيا كان قريبا من القيام الأول أو دونه بشيء يسير صلى الله عليه وسلم. فكان الصلاة الكسوف فيها يعني قيامان وركوعان وسجودان، لعظم هذه الآية التي غابت عن الناس التي تتطلب الاستغفار والتوبة. ثم صلى عليه الصلاة والسلام بالناس، وفي صلاته تأخر ثم تأخر ثم تأخر حتى تأخر الصحابة خلفه، وكادت صفوف رجالهم أن تصل إلى صفوف نسائهم صلى الله عليه وسلم، وهو يدفع بيديه هكذا شيء عظيم وينفخ عليه الصلاة والسلام. واستغرب الناس من هذا الأمر، وهو يناجي الله عز وجل ويقول يا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، يا ربي وأنا فيهم. هكذا كان رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، يخشى عليهم من العذاب ويناجي الله عز وجل بقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم عاد صلى الله عليه وسلم يتقدم شيئا فشيئا، وهو يريد أن يتناول بيده شيئا ثم ترك ذلك الشيء حتى أتم صلاته. فلما سأله الصحابة عن سر هذه الصلاة العجيبة الغريبة وهذه الخطبة العصماء العظيمة، فقال لهم يعني لم يكن شيء لم أره من قبل إلا أريته في هذه الصلاة، فقد رأى الجنة ورأى النار ورأى أهل الجنة ينعمون ورأى أهل النار يعذبون، حتى أن النار كانت قريبة فكان يرجع إلى الوراء ويناجي الله عز وجل ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون صلى الله عليه وسلم. ثم رأى الجنة فما زال يقترب منها حتى كاد أن يأخذ قطفا من عنبها صلى الله عليه وسلم، قال أما إني لو أخذته أو لو تناولته لبقي فيكم إلى قيام الساعة حتى انتهت الصلاة. فإذا أيها الأخوة الكرام، كان عندنا مشهد من مشاهد العاطفة والحب والحنان والرحمة والإحسان، هذا المشهد جاء معه مشهد آخر أن الناس يعني قد جهلوا سر كسوف الشمس فقالوا أنها كسفت لموت إبراهيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم دروسا. درس أول هو في رحمته صلى الله عليه وسلم، كما وصفه الصحابة كان أرحم الناس بالعيال، فهكذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بأهل بيته وأطفاله جميعا، ومنهم إبراهيم حين كان يزوره وحين كان يقبله وحين كان يشمه وحين كان يضمه وحين كان يحمله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن إبراهيم. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم مع عظم أدواره ومسؤولياته الجسام ومهامه العظام لم يشغله ذلك عن أن يعطي كل ذي حق حقه، ومنهم استحقاق هذا الطفل الرضيع، فيذهب إليه مسافة وهو يسير إليه ويعود أيضا سيرا ويعطيه استحقاقه جرعات من الحب والعاطفة والحنان لهذا الطفل الرضيع رضي الله عنه. وأيضا أنه صلى الله عليه وسلم حين مات يعني استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وحمد الله عز وجل واحتسب أمره عند الله عز وجل، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. والأمر الآخر والأخير والمهم هو أنه حين كسفت الشمس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح للناس أن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا يخسفان ولا يكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فلا ربط بين هذا الحدث
ولا بين هذا الحدث. ومن ثم ذكر للصحابة ما رآه من مشاهد الجنة والنار، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن تكون الأمة وأن يكون أتباعه عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.